مرحبا، أنا سجا، عمري 9 سنين، أنا من سوريا، عايش بالرقة. هاي أختي اسمها سديل، عمرها 5 سنين. تعالوا فرجيكم على بيتنا. هيدا المطبخ اللي نطبخ فيه، هدول الصحون، الكاسات، هدول الجداري، الاسطول، هيدا الغاز بنشغله ونطبخ عليه، هيدا الحمام اللي بنتحمى فيه. غيرك أنت الرحيم بعبدك. هاي الدار اللي فيها هدومنا والبطانيات اللي ننام فيهم، وهدول الأداوي. البابا مرضان ظهره عم يوجع وما يقدر انه يشتغل، فجبنا له هدول. لا يخي. وهي الغرفة اللي بنقعد فيها وننام فيها، والله يعطيكم العافية، وكمان بدنا النوب تتبرعونا. شكرا، السلام عليكم. لا تطردني يا مجيب، إني لمنطلق.